أوصيك يا أخي فانت به لما أقوله تفوق علم العلماء، تجنب الشيوخ والزم جوجل، وجد في دروس تيك توك على اليوتيوب ضم معه الشاملة، تحصل به إمامة مجلجلة، وإن أردت شهرة سريعة فأخرجن أخلاقك المريعة، ونل بحمق عرض كل أشعري، لا فرق بين طالب وأزهري، فإن لحم الأشعري مشاوي بعكس لحم النابتي مهاوي، وإن أردت أن ترى محققا فتوبا أئمة محققا، وقل بأنه قبيل تاب على فراش الموت قد أناب، وإن أردت أن ترى إماما فكفر الأئمة الكرام، وانعتهم بكل قبح وانتقص، وانسخ بخلسة علومهم وقص، ورددا بكل وقت ضاحكا طبرزد طبرزد يا أنوك، حتى تكون تابعا كلبهم لشيخك المرياع شيخ الغنم. فهذه وصية صريحة أوجزتها لفاسد القريحة، ممارس السنة والكتاب من غير فهم سائر الأحقاب.